يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة. ودرجة الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن الجمهورية نتابعها كالتالي: القاهرة 30-22، الإسكندرية 28-22، مطروح 26-22، بورسعيد 29-22، الإسماعيلية 31-22. ننتقل إلى السويس 31-22، العريش 28-22، طابة 31-23، شرم الشيخ 33-25، الغردقة 33-24، في الأقصر العظمى 36، الصغرى 24، أسوان 37-24، الوادي الجديد 35-22، حلايب 30-27، وأخيراً شلاتين 33-25. والآن أستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.